السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. كما كان متوقع أعزائي المشاهدين، إسماعيل بن نصر في تطور ملحوظ، وهذا ما رأيناه في جميع المباريات التي لعبها، خاصة أنه يشغل منصبه باحترافية كبيرة. وطبعا خير دليل هو أن هوسكورد صنف إسماعيل بن نصر اللاعب الجزائري ولاعب أي سي ميلون، حيث وضعه رفقة كبار الدوري الإيطالي وخمسة الدوريات الكبرى في العالم. وبمرور أعزائي المشاهدين الجولات في الدوري الإيطالي، يواصل النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن نصر ومستقبل المنتخب الجزائري خطف الأنظار ونيل الثناء من قبل الجميع، وخاصة أنه هذا اللاعب الموهوب تحصل آخر مرة آخر يعني لقب فردي هو أفضل لاعب في قارة إفريقيا ككل. وحيث موقع هوسكور للأرقام والإحصائيات نشر قائمة اللاعبين الذين قاموا بأكثر من تدخلين وأكثر من مراوغتين صحيحتين خلال كل من مباراة خلال كل مباراة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. لا أتكلم أعزائي المشاهدين عن الدوري الإيطالي فقط، بل كل الدوريات الخمس الكبرى في العالم. وحيث القائمة التي نشرها الموقع المذكور ضمت متوسط ميدان فريق أي سي ميلون، وهو اللاعب الوحيد الذي تواجد في القائمة من الدوري الإيطالي. أعزائي المشاهدين، فريق أي سي ميلون ككل وتواجد فقط النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن نصر ومستقبل الجزائر، والذي حصل على افضل لاعب في كان 2019. وهذا الشيء الجيد هو انه تأقلم بسرعه كبيره وبسرعه البرق في هذا النادي، واصبح كقطعه اساسيه، واصبح لديه ثقه في مدربه اكثر. خاصه اعزائي المشاهدين، الشيء الجيد حول هذه القصه كلها هو ان اسماعيل بن نصر كان يحلم عندما كان طفلا صغيرا، وهذا ما رايناه في العديد من الروبورتاجات حول مسيره اسماعيل بن نصر، كان يقول افضل نادي يريد ان يعني يلعب معه في المستقبل البعيد وليس القريب هو اي سي ميلون. وهو اعزائي المشاهدين يحقق حلمه واصبح كقطعه اساسيه في هذا الفريق الذي كان يحلم يعني ان يلعب معه ويتعاقد معه منذ كان صغيرا، وصراحه ارقامه هي التي تشهد عليه، ونتمنى له كل الحظ الوفي في المستقبل الكبير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.